أنا إبراهيم السوري، صياد من جيل صفر. هنا كنت أهرب من المدرسة وأجي على المينا على البحر، بحب الصيد. أبوي كان يصرخ علي يقول لي لا روح اتعلم، بس ما ردتش عليه. بحب البحر كثير أنا. كل عيلتي، إخوالي وعمامي، إخوات أبوي وأبوي، كلهم صيادين، وسيدي صياد، وسيد وأبو سيدي صياد كمان. أنا عندي كمان ولدين، يعني 100 تطلعهم صيادين، بس خايف أجيبهم ليش فيش رزق هنا. بالمرة بكفيش، كل صياد هنا مجبور يجي له كمان شغلة. من أول كنا نسترزق كان الإشي يكفي، هلا بعد ما الجرافات ووزارة الزراعة واليروكيم هدول وقفوا ضد الصيادين صار الإشي صعب كتير. وفي لسه إحنا بنطلع على البلد في شباب أولاد صغار اللي بروحوا بسرقوا وبروحوا بخدوهم يبيعوا سموم وبخدوهم يشكوا العالم. إحنا بناخد الشباب هدول أولاد صغار بنجيبهم على المينا وبنعملهم شيكوم هين بالمينا، مندربلنا عليهم هنا عشان هذا الجيل إذا سبناه بالشارع بخرب الشارع، يا بده يصير حرامي، يا بده يصير تيرورست، يا بعرفش إيش بده يصير، نركومان. فأنا بدي يتغير بالمينا، بدي يفتحوا مجال لأهل البلد اللي بدهم يصيروا صيادين ينزلوا على المينا. هلا إذا أهل البلد واحد من الشباب هدول بده يطلع رخصة، لازم أحارب نص الدول عشان طلع له رخصة؟ ليش؟ ولد بدل ما يروح على البشع، بدل ما يروح على المشاكل، ما ناخده هين، ساعدونا.